الفرقه الناجيه. الفرقه الناجيه هو انت اللي راك جيت للجامع. شكون الفريق الفرقه اللي تهلكت؟ هو اللي راه درك في لابوا الدنوي وراه في المقهوه وراه عاطل. اما الفئه الناجيه هم السواد الاعظم من امه رسول الله اللي عايشين على الفطره والعقيده الصحيحه بلا فلسفه بلا دفيش، وراه كيصلي ويؤدي الاركان ويبعد على الكبائر. كيقول المسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس. صافي ان شاء الله تعالى. الله يجزيكم بخير، وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى اعلى واعلم.